حمص باب دريب حي الفاخورة 11/1/2012. ليك حافرين العبور هون عم نجهزها للموتى، عم يجونا بالليل الساعة 12 ساعة وحدي، ما عم يسترجعوا قروهم بالنار، ما عم خلوا الجنازة تمروا، كله عم نجهزه قبل بوقت مشان دغري ننزله ما ياكل معنا وقت الميت. كله هذا حبرناه الساعة 12 بالليل الشهداء كلها، يعني في 50 واحد هنيك كمان. يعني هاي انت هون الاهل، انت هون مزبطين الاهل، نحن عم نحفر عم نجهز لانه عم نتعذب وعم ياخذ معنا وقت. الله يجزيك الخير. على الايدين على الفاسي وعلى الكريك عم نحفرهم هذول كلياتهم. يعني كم واحد مجهزين اخي؟ هلا عندنا شي 6 7 ليك هنيك، في واحد هون، في واحد هون، في واحد هون، في واحد حدك هون، في واحد هون، في واحد. كله هذا مشاريع مقبور جديده عم نحفرها ونجهزها كل نهار، عم كل يوم عم نجهز 7 8 كل يوم يوميا. هذا كله ما عم يتوفى بالنفوس، ها هذا ما عم ينزل، هذا كله لساته عايش على النفوس، هذا كله عم يموتوا هيك عم ندفنه بدون ما يتوفى بالنفوس، هذا لساته بالنفوس عايش. ما يعملوا احصاء بالنفوس، الشهداء صاروا فوق 12000 و13000، عم يقولوا لك 6000، نصهم هدول ما هم موفينهم بالنفوس. انا قادر من هون شي 6 7 ما هم موفيات بالنفوس بنوب، الواحد ما يقدر يروح على النفوس يوفي هون. ليك شو اسمها المبرة اخي؟ كتيب الاصفر، هاي تابع لجامع جعفر الطيار. ليك ليك هون كله وين عم نلاحم، عم نلاقي بس محل متر نقدر نحفر قبر، بنقدر نحفر. ليك الخفان كله مجهزينه، خلينا نشوفه نبيل برهان، خليه نبيل العربي خلينا نشوفه هدول الصور كله جايبينه ومسطرينه بالبلوك، اسمه بلوك، اسمه بلوك. خلينا نشوفه لعمال بشار، اسمع اطلاق النار كثيف على الفاخورة. ولسه ما فوتك جوا قلب الجباني، لسه داتنين قد هدول 10 مرات جوا تحت حيط الجامع يصورهم جاهزينهم مشان بالليل ما ياكل معنا وقت، بالنهار ما بنقدر ندفن حد لان ما حد بيقدر يقطع. ما اطلاق النار، اسمع هاي اصلاحاتك يا بشار. كله بيكو باربعة واحد، هذا 4/12، هذا ما عم يعمل شيء، قاعد على باب داره، هذاك واقف على السطح الشهيد. اي واقف واحد على السطح، اي واحد عم تعمل ليكو عم تعمل الطيور تبعه، اجته القناصة. هذا عبد الواحد الفاش، هذا قبره، هذا له شي شهر، عبد الواحد الفقش كان عم طعم الطيور على السطح، اجته القناصة طلقة من فوق. الله يرحمه، على شارع الستين. يلا اخي الكريم معلش، هذول بدمهم شهداء باذن الله، الله يرحمه، بدمهم عم يسطروا بلد جديدة ان شاء الله. هذا عبد طاهر المصري له شي شهرين، هذا باذن الله، باذن الله للهلال الشيعي قرب ينكسر باذن الله، باذن الله. الله ينعم روافضه مجوس باذن الله، بتحاموا باهل البيت وهن براءة منهم اهل البيت، باهل نحن اهل البيت، ما هن نحن اهل البيت، ما هن منين لوين الفرصة يصيروا اهل البيت، نحن اهل البيت. حمص باب دريب حي الفاخورة 11/1/2012، مقبرة كتيب الاصفر تابع لجامع جعفر الطيار.